دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم كده بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. نبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد. ناخد طريق شارع الجيش، هنلاحظ هناك أيضا أن فيه كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد. شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات، لكن هنفضل مكملين في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر، وهناك برضو في بعض الكثافات المرورية المتقطعة اللي ممتدة لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. هناخد طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد. في كثافات كمان تانية في الاتجاه العكسي، ونفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر وفي محور النصر. أما نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا أو العكس. نروح حلوان وهنبدأ جولتنا المرورية من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، هناك كمان هنلاقي كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش ووصل لحد طريق القاهرة الوسطى. ولو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي كثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصلنا لطريق حلوان الكريمات. ومكملين جولتنا معاكم ونروح الجيزة. في سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ولو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي فيه كثافات مرورية نسبية. في أيضا كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة، ولو رحنا لمحور صفت فهو بيشهد كثافات مرورية بالزيت قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأت تظهر فيه برضو الكثافات المرورية، ده بنتيجة التحويلات. القادم من أكتوبر اتجاه الطريق الدائري مازال مغلق الاتجاه إلى محور 26 يوليو إجباري من خلال نفق حازم حسن. في الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. ومن الإسماعيلية نروح سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في كمان بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة. في أيضا كثافة نسبية وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا المرورية خلونا ناخدكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم. في كمان نشاط رياح ببعض المناطق، ده هيساعد على تلطيف الأجواء ليلا. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.